من بدع القصايد والجزيل استهد. غردي يا طيور الخير والنور حل، يا سلامي على أهلي وربع السعد. واحمد الله على الفرح ولم الشمل، مرحبا عد من صلى وصام وسجد. ارحبوا يا الكريمي يا نور الحفل. مشاهدي قناة الحقيقة الفضائية فين ما كنتوا فين ما تواجدتوا، السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة دائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا. اليوم مشاهدينا الكرام كنت تواجدوا في منطقة جرف الملحة. أكيد أننا بعد لحظات إن شاء الله غنتلاقاو مع حالة السيدة رجاء. أكيد أن السيدة رجاء اللي عانت لمدة يعني طويلة مع مرض الصدفية، أكيد أن هذا المرض الجلدي يعني اللي كيصيب الجلد ديال الإنسان، وأكيد أنه يعني عانت منه لمدة طويلة، ومن بعد التجاءها الأطباء والتجاءها العديد الأمور والأدوية وما إلى ذلك ما تأتاش لها الشفاء، ولكن تأتى لها الشفاء ولله الحمد من بعد التجاءها المراكز دكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. مشاهدينا الكرام يعني جميل جدا أن الإنسان يزاوج ما بين يعني فرحتين، هي فرحة الشفاء وفرحة الزواج، وهذا اللي كان يعني السيدة رجاء ولله الحمد، لأنه مباشرة من بعد الشفاء ديالها التحقات بالقفص الذهبي والتحقات بعش الزوجية. وأكيد أنه اليوم غادي يتحدث معنا الأب ديالها إن شاء الله اللي غينوب عليها في الحلقة ديال نهار اليوم، وغادي يحكي لنا ويروي لنا كيف كانت رحلة المعاناة مع المرض وطريق شفاء فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المكملات الغذائية اللي كنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية. مشاهدينا الكرام ما غنطولش عليكم بزاف ونخليكم تعرفوا على حلقة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ومرحبا بكم عندنا، ومرحبا بكم، ألف ألف مرحبا. أنا الأب ديال بنية ديالي، والبنية ديالي كانت مريضة، يعني كانت مريضة بواحد المرض مزمن، وداك المرض يعني ما ديتها للسبيطار عليه، ديتها لعند الطبيب اختصاصي، ودوزت لعند الطبيب اختصاصي وخرج لي ليها الدواء، وخرج لي ديك الدواء وقال لي ديك الطبيب يعني أنا غنخرج لك الدواء غير غنخرجو لك وتستعملو، وهاد الدواء يعني راه ما غيقدرش يعني زعما راه يقضي على هاد الأمر هذي. غنعطيه لك وغنستعملو وغيقدر يحيد منها، ولكن غيدوز واحد المدة عاوتاني وغيرجع ليها. قال لي زعما ما غنعطيكش يعني 100% زعما راه غادي هذا المرض غيحيد مرة غيتحيد، يعني نصحني بها الطبيب. وجيت وشريت هذاك الدواء، شريت هذاك الدواء يعني من الفرماسيان، وذاك الدواء كان شي تخليطات كيتخلطوا وكذا، وهذه وكاين شي دواء ديال الشرايب وكذا، وبقى ديك الدريه كتشرب ديك الدواء ودها في ديك الدواء وتحيد داكشي مره، يعني ما بحال اللي تحيد مره وما خلى لا طراس لا والو، يعني داكشي. وكثر ديك الطريط مال الدواء هذيك، وعاود دوز باقي شي شهرين ولا شحال، وكان تحيد منها عاود ولا كيبوط فيها، عاود رديتها لعندو لحقاش هو عطاني رانديفو قال لي ردها لي، ورديتها له عاوتاني لتما نيت في مكناس. ايوا رديتها له لتما عاود شافها قال لي ودي انا قلت لك راه هادشي هذا راه نصحتك به، بغيتي تكمل في هاد الدواء هذا كملها انت غادي معاه، ما بغيتيش تما شغلك هذاك. قال لي اما النصيحه راني عطيتها لك من الاول. ايوا عاود ولا شريت لك الدواء وعاودتني استعملته، وقد كنستعملو هنا داكشي كيحيد منا عاوتاني، عوض دوزت واحد المدة عاوتاني، واخا ديك الساعات واخا كتستعملو مابقاش يتحيد مرة بحال الأول، واخا ديك الدواء دابا كيحيدوه بعض البلايص كيحيدو بعض البلايص ميحيدوش. صافي سالاك الدواء حبست، وكيخرج لي 8000 د الدواء، 8000 ريال 8000 وشي حاجة كان كيخرج لي في طريق من الأولى والثانية. إوا صافي قطعت ياسي أنا حبست صافي، ما الدريه اثرت لي في النفس ديالي، انا ما بقيتش انا كنشوف الدريه دابا في المثل كتكون هنا جالسه كنقرا، كتكون جالسه راسها عريان، راسها عريان هنا في الدار ما كاين حتى مشكل، كيغوثوا لها صحابها حتى كيجوا هنا للباب كيغوثوا عليها، خاصها تدير ديك الشان ديالها، ودابا كان عندها هنا في السنطيحه ديالها حتى كدير ديك الشان وتدرق على شويه بقى كيهود لها تال عينيها، وعاد كنخرج تلقى صحابها برا، وانا دابا عيني كايره عيو داكشي هذاك، ومأثر عليا الحال عليها
الحقيقه الله. ايوا كنا عايشين واحد المده طويله، مده عامين ولا ثلاث سنين ولا شحال نيه، حنا هكا كنعانيو داك الشيء وكنشوفو بعينينا ومأثر لي في النفس ديالي بزاف. دابا باش تعطي راسك لشي طبيب اخر غنقلب عليه، ما كاينش كاين لا طبيب لا والو. طبيب هو طبيب اختصاصي، يعني ما ماشي كاين شي واحد في المثل اخر غيكون كثار منه، سوا الا غنخرجوا لبرا، يعني الا خرجنا لبرا الله اعلم. المهم بقينا هكا صافي، تقطعت يا سي مرات الدريه كنشوفها هنا مأثر لي على النفس ديالي، وما عندي حتى شي حل معاها، ما صافي الحل تسدوا عليا البيبان. انا مره امها كانت هنايا كتفرج في التلفازه، كتفرج في التلفازه وكتشد هذه القناه الحقيقه ديال الدكتور هاشم الله يحفظه ويجزيه. ايوا المهم المراه كتفرج في داك الشيء هكا، كندخل انا من برا كنلقاها دايره ديك القناه، كنمشي نقلب لها انا من ديك القناه، انا نقلب لها انا ما عجباني شيء الحقيقه الله. انا ديك القناه ما معمرانيش راسي مره، كنقول انا هذه كتخربق وصافي. دابا شد علينا التخربيق هذا هنايا، كنقلب لها من ديك القناه، كنطل انا واحد شويه هكا في التلفازه، نقلب شي قناه اخرى، نطل شويه هكا غنقنط عاود نخرج بحالي، انا نخرج بحالي عاود نرجع ونلقاها راه دفلت بقاع عاود نرجع لديك البلاصه. كنقول راه دوزوا واحد من البلاصه الفلانيه، دوزوا كان مريض، هو دوزوا واحد من مكناس، واحد الدري، ها هو عاود قلب لي له حتى كنلقاها نقول لي ها هو فين هذا الدري من مكناس، ها هو راه ما بين مكناس وفاس، ما عرفتش ديك سميتها البليصه واحد الدري في ديك هذه تال ديك الوقيته فاش مشينا عندكم. والناس بزاف كاينين دابا في مثلا من جهه وجده، كاينين من جهه اكادير بزاف، الناس دابا كيدوزوا كل واحد من تونس من الجزائر، من كل خطره فين كيدوز واحد. وبقات عليا هكا، بقات عليا المراه بحال طيبتني انا، طيبتني صافي ديك القوه فيما جيت بحال القلب ديالي حب داك الشيء، يعني بحال اللي بقيت دخلت غمقت لي داك الشيء، هذاك غمق لي في العقل ديالي. كنطول كنقول انا والله الا هذه القضيه هذه واقيلا غتكون مزيانه. دابا داك الشيء كيطالب فلوس بزاف، وبحال اللي معكزني انا. واحد النهار دابا امها دابا هنا قلت لها دابا تيد وقتينا بهذا الشيء هذا، وكتزيد تاثر عليا، ما غدير هي تاثر عليا من جهه وتي عاود كتزيد تاثر عليا من جهه. هذا الاخر قلت له وقيله غنتوكلوا على الله. قلت له ولكن الى هذا الشيء هذا راه هاتي تشوف شحال كيطالب، راه الى وقفت على البلاد راني غنبيعها باش تكون في راسك. قالت لي وبيعها بسبب بنتك بيعها. المهم هي هذيك جات ديك الساعات، انا قلت والله سيدي غير توكلت على سيدي ربي بالله. كان عندي الدار هنايا دابا، الدار كان عندي هنايا، كان عندي واحد الدري ولد خويا اللي ساكن عندي هنا، كتما غا دخلتو معايا لهنايا تما، راهلو هنا في الدار، وراهلو واحد القضاء قليل غا، يعني ما بغيتش نسكنو، غيقولو نسكنو غا فابور، فهمتي ولا؟ معاون معاه وصافي. يا هذيك وصل ديك الوقت الكرا ديالو، الفليسات الكرا غيعطيني، الفليسات الكرا كيعطيني 84 في العام، وكبقى له شهرين، كتبقى له شهرين عاد يكمل العام ديالو. يا اللي كنمشي كنغوت له في التليفون، غوت له في التليفون، السلام عليكم، السلام حسن، قال لي نعم عمي. قلت له ودي غادي نطلبك على فلوس، شي فليسات راني وقفت عليهم، ما بغيتش نقول لهم انا الدريه عندي مريضه، قلت لهم انا اللي مريض. المهم قلت له راه خصني شي فلوس، انا حقا راني مريض وغنمشي لفاس ندوز. قلت له غنمشي ندوز فاس، ودابا غنعطيني هاد الفلوس ديال الكرا غنعطيهم لي دابا، والوقت ديالك راه محسوب، راه معروف فوق شهر 11 تما، راه الوقت ديالك هو الوقت. قال لي ما كاين مشكل عمي، الدنيا هانيه، الا بغيت نعطيك ولا بغيت نزيدك. قلت له دابا عطيني غير الفلوس ديالي للكرا، والا وقفت على شي حاجه راه غنزيدها من عندك. ايوا هي هذيك جا مسكين هنايا، هاد المرا ديالو هنا نيت، جات عطاتني ديك الفلوس، مشيت انا ديك الساعات لفاس، ضمنت لها جوج ديال سميتو ديال الجرعات، جبت ملا، كنت غنجيب لها ثلاثة، قلت أنا الفلوس دابا غنخليها في يدي، غنمشي لي من يدي، غادي تضع لي من يدي، أنا عندي ثلاثة، عاود فكرت مع راسي قلت أنا عندي غير جوج، ويسهل المولى أنا كاري.
ايوا هي هذيك جبت ديك الساعات مشيت لعندك الدريه تما لقيت الناس عندها تما عندهم تما دخلوا شي ثلاثه الناس لقيتهم تما كل واحده مسكينه وعلى شنو عندها في الامراض ديالها واحده عندها شي مرض في الجسم ديالها ما عرف كيفاش ديك المرض ديالها ودخلت ديك الساعات اللي عندهم سبقتني هي الاولى وانا جالس لتحت وهي دابا كنحكي لهم ديك المسائل ديالها ديك البنيته سالت هذيك عاود طلعت الاخرى عاود كل وحده عاود كيفاش عندها عاود الامراض ديالها كما تسالا ولحقتني على النوبه ها طلعنا انا والبنيه طلعنا انا والبنيه جلسنا قالت لي عندك عمي قلت له ودي عندي هاد الدراريه راه مريضه كيفاش راه عندها هاد الصدفيه كل مرة هذا وراني ديتها للطبيب اختصاصي وما قضى لي حتى شي حاجة ودابا راني جيت لعندكم آخر لحظة راني جيت لعندكم دابا هي وجدت ديك الدرية بقات كتهضر مع الدرية بنتي هكا وكتهضر معها هكا كتقول لها فوقاش أنه فيك هادشي هذا فيكاش كذا فوقاش كذا الدرية بقات كتبكي الدرية بنتي دابا بقات كتبكي دابا إيمان هضر معك الدرية لدما الفاس كنقول لي واش أنت الأب ديال هذيك اللي كتبكي والله العظيم كنقول لي واش انت الاب ديال ديك الدريه اللي كتبكي كنقول لها هو هذا ايوا هي هذيك جاب ديك الجرعات الاولين توكلنا على الله فيهم بقات من هي كتصامت ديك الكاسيط وهي كتظن في الليل من قبل كتنوض في الليل هكا حنا ناعسين وهي تنوض في الليل غاب حديثها هكا راه مشاو مشاو زاد راه حنا وتنوض واقفه كتنوض واقفه هكا وتبقى بحال خارجه لبرا الدريه بحال لم دخل خليت في العقل ديالها مره ها كنسمع ناضت انا هكا كنقول لامها كنقول لها هي عاود ناضت هذه ها هي ناضت هذه ريقه بحديثه ديك الايامات اللي جبنا ذاك الدواء وجبنا ذاك الكاسيطه ديال هذا الدكتور الله يشد له الصحيحه ديالو ومشيت شريت ليها عمرتها لاكارت ميموار نقلتها لها في لاكارت ميموار وشريت لها ذيك الليزيات وخشيهم في ودنا ودنا عاش هكاك الدرية ما بقات لا كطيح بحال الخشبة كنبقى تصنت ليك الكاسيطة تصنت حتى كنموت كنموت معاها هكاك بقى غادي مستمرة هكاك مستمرة هكاك دابا الأمراض الأخرى باقا ما بانت كنقص دابا غا في العقل ديالها هي يعني بديك تبدل بقات شي تسمى كتحرك وتخرج وتهدر وحدها وكذا ايوا كملت ديك الجرعات الاولين عاود مشيت كتجات مع الزيتون نيت كنا كنسقطوا الزيتون الفوق عاود جمعت شي بركه د الفلوس عاود تما عاود هاود ديريكت مشيت جبت جوج عاود ثاني اخرين ايوا هي هذيك عاود ثاني مشيت جبت ديك الجوج توكلت على الله مشيت جبت هذاك الجوج حطيتهم لها عاود ثاني هنا قال غادي هذيك الساعه تبان لي النتيجه يعني كان عندها هنا في الكتاف ديالها من هنايا صافي تحيدوا مره كان عندها في رجليها من هنا هذوك اللي كانوا بوطو حمرين بزاف وداك الشيء كلشي طفى كلشي طفى ولا غالب لي صاب بيضين هكا ولات كنقول لك ديك الساعات حمدت الله وشكرته ونزل عليا واحد الراحه كبيره والراحه الكبيره فيهم هي منين جوجتها وجات بحالها هذيك هي الراحه الكبيره وجاتني مع النهايه هذا الشفاء ديالها كيجي السيد ما كنعرفه وما كيعرفني غامر سلة عندي من بعد شي واحدين كنعرفهم مخنيشة هاد الناس هادو دابا غا واحد الدرية مجوجة حداهم من عندنا من البلاد ويعني هاد الناس هادو نواف فيها واحد الخير كبير وقالوا لا خصك تدبر لينا في شي بنت من عندكم وهكيفاش ايوا وجاو ذاك الناس وكمل الله تعالى وتبارك على ذاك الشيء الله يجب الامتشار لهما ولا هي ها هي دابا جات مع النهاية ديال الشفاء ديالها مع النهاية والله يجزيكم بخير والله يشدلكم في صحتكم لا الدكتور الهاشمي ولا الأطور ديالو اللي خدامين معاه كاملين في المغرب وخارج المغرب تاع الأطور تاع هما راهم كيلعبوا الدور ديالهم وكيستقبلوا الإنسان بواحد الاستقبال مزيان يعني واخا يكون الانسان قلبه هارب هكا راه بنادم بحال اللي كيبينوا له واحد الطريق في النتيجه فهمتي ولا كيبينوا له واحد الطريق ديال النتيجه نيجا انا كنقول لك واحد الفرحه كبيره
يعني واحد الفرحه كبيره ما فحالهاش. انا ما عمري فرحت في فرحه في حياتي. انا دوزت حياتي كلها في العسكر، دوزت في العسكر وما والفرحه الكبيره عندي هي هذه. كانت كرفس المجرى، كانت كرفس لا هي ولا احنا. يعني واحد التاثير على النفس كان كثير بزاف، لا بالنسبه ديالي انا ولا بالنسبه ديالها هي ولا بالنسبه ديال مها. انا كنقول لك مها ما كانتش كنحاول نقبل التلفازه مره. قلت لك انا ما كنتش مامن فيها. هادشي هذا ما كنتش كيجيني بحال تخربيق، بحال شي قناه ديال شي واحد يقرا في ميسار وفي داكشي كيدوزو كيبينو شي ادويه مصنوعه كذا 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 كذا، هذه ادويه فلانيه راه كتحيد هذه وتحيد هذه حاجه ما حاجه، وفهمتي ولا؟ يعني كنقول انا هادشي كله بحال هكا صافي. بنادم دار قناه ديالو هكا صافي كيتعرف فيها وصلت عندي، يعني هادشي كله كذب ما منه شيء. ولكن هذه انا امنت فيها، يعني واحد الامن عطاه لي الله سبحانه وتعالى، واحد العزيمه عطاها لي الله، ماشي انا شريتها ولا شي حاجه. واحد العزيمه يعني عطاها لي سيدي ربي. انا عاودت لك قلت لك ما كنتش نحمل لا هذيك ولا غيرها ولا مدارك. ولكن مني يعني وشكون السبب ديالها؟ هي امها. امها هي اللي ركزتها لي في قلبي انا. كل خطره فيما ندخل نلقاها عندها نحيدها، انا نخرج هي عاود ردها كتغد ديك القناه. خطره يكونوا كيهضروا مثلا الناس بحال هكا اللي كانوا مقدر عليهم الله تعالى وتبارك هادشي هذا وشفاو. خطره كيكون غال يعني غا واحد المناقشه كاينه، غا شي وحده كتفسر للناس، كتفسر لهم هادشي ديال الادويه و... باتي بنت كنشوفها انا دابا كذا كتفسر هادشي هذا. والله تعالى وتبارك اعطاني ديك العزيمه هكا وتوكلت على سيدي ربي وصافي. توكلت على سيدي ربي والله تعالى وتبارك اعطاني النتيجه وحمدت الله وشكرته، وكنحمد الله ونشكره وكنشكر الدكتور هاشمي والله يحفظه وينجيه. يعني هادشي هذا يتيقنوا فيه، يعني ديروا حتى هما واحد النيه واحد العزيمه بحالي. انا ماشي دابا خايف منكم ولا حشمان منكم ولا دابا انتم عايشين في دار بيضاء وانا عايش هنا. زعما باش غادي زعما واش عندي شي مشاركه معكم باش غنشكركم؟ انا ما عندي حتى شي مشاركه. انتم غوتوا لي في التليفون وما عارفينش حتى المنطقه فين جات. كتسقسوني شحال من كيلومتر من قنيطره لهنا، فهمتي ولا؟ حتى هذه راه شغل دوني عليها. يعني هادشي هذا ماشي زعما انا كنطلب من المواطنين، يعني واحد المجموعه ديال الناس لا من المغرب ولا من خارج المغرب، يعني حتى هما يديروا هاد العزيمه اللي درت انا واللي مأثر على نفسه لا في الصحه ديالو هو ولا في الصحه ديال ولاده. يعني هادشي هذا خصو يأمن فيه، يعني هادشي هذا يتيقنوا فيه، يعني ديروا حتى هما واحد النيه واحد العزيمه بحالي. انا ماشي دابا خايف منكم ولا حشمان منكم ولا دابا انتم عايشين في دار بيضاء وانا عايش هنا. زعما باش غادي زعما واش عندي شي مشاركه معكم باش غنشكركم؟ انا ما عندي حتى شي مشاركه. انتم غوتوا لي في التليفون وما عارفينش حتى المنطقه فين جات. كتسقسوني شحال من كيلومتر من قنيطره لهنا، فهمتي ولا؟ حتى هذه راه شغل دوني عليها. يعني هادشي هذا ماشي زعما انا كنطلب من المواطنين، يعني واحد المجموعه ديال الناس لا من المغرب ولا من خارج المغرب، يعني حتى هما يديروا هاد العزيمه اللي درت انا واللي مأثر على نفسه لا في الصحه ديالو هو ولا في الصحه ديال ولاده. يعني هادشي هذا خصو يأمن فيه، يأمن فيه راسه، والله سبحانه وتعالى غيجيب له اي حاجه. انا مرت خويا انا كنقول لك هي جالسه لتحت، هي مازال هنايا كتساينها الجرعه ديالها باش تديها معاها. وكان غطلع نهار الحد، نهار الحد كان غطلع، ومني غوت لم لحقاش كيلقات لي انا ديك الدريه قالت لي رانا درت لك يعني فاسميتو ربما يصيفطوها لك في الخميس هذه. قالت لك درت لك كراف ولا ما عرف كيفاش داكشي عجيل. قالت لي ربما يقدروا يجيبوها لك. مني غوت لنا نهار الخميس هذه اللي فاتت قالت لي راه ما جابوهاش. وقلت لي دابا حتى الحد هذا عاد غادي تجيها نهار الجمعه ان شاء الله الى عيان الله، وخاصها تطلع في دار الجبل الفوق راه ساكنه في الجبل. يعني حتى هي مسكينه راها مهروده ومشحال هذيك راها ما خسرتش غير الفلوس، راها خسرت الاموال صحيحه، خسرت على الصحه اللي حتى هي فيها لهذا المر اللي فيها. وهي انا باش غادي نجيب غوط لك هذا دابا تجي راه تجي. وحتى هي باش امنت بسبب بنتي، يعني ملي شافت بنتي براس حتى هي امنت. وكاينه واحد مرت عمه عاود عندها السكر،
عاوني يسمعوا هاد بنتي صحاحه بقاو يسقسوا تاع على السكر واش كيداو ولا ما كيداوش. قلت المراه ما كيداو لا سكر ولا كلشي كيداو الحمد لله. غا هو كل مرض عنده الدواء ديالو وحده، ماشي الدواء ديال المعده هو الدواء ديال السكر، ومشي الدواء السكر هو الدواء ديال الصدفيه. كل حاجه كي راه عندهم داكشي مقدر، هما كيقارين على هادشي هذا، وراه ماشي هادشي غادي ديك العشبه اللي في السوق هايزا غطحانو ورون وعطي للناس، هادشي راه في القرايه وراه يعني بواحد العقليه كبيره. طلب الله تعالى وتبارك يحفظكم ونجيكم ليكم ولولادكم. والدكتور الهاشمي كنشكر وانا كنشكره بزاف 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 بزاف، والله القسم بالله الا كنشوف الصوره ديالو هكا، الا كنشوف الصوره ديالو وليت انا وليت كنشتها نطول فيها، كنقلب هكا نقلب ديك القناه هكا ونبقى غنطول فيها مسكين هكا. ملي كيبقى يقرا دابا ديك كيبقى يقرا دابا ديك القرايه ديالو هكا وهذه العقل ديالي كيتخشع انا مره، والله العقل كيتخشع بالله. في الاول كان كيقرا عليك ما كنتش نديها حتى فيه، والله ما كنت مهول منه ولا مره بالله، ولكن الله تعالى وتبارك يعني عم اي باب كيفتحها، جميع البيبان كيفتحهم، اللهم لك الحمد. انا حمدت الله غير ملي شفات لي بنتي وحطيت واحد الحمل كان كبير عليا، واحد الحمل كان ان شاء الله يا ربي ما كنت غنديه النهار اللي كنت غنموت، كنت غنموت ونجي البال ديالي معاه، ولكن دابا ارتحت ارتحت الحمد لله. وحول الخير والنور.